حليب الام. ايه ده؟ حليب الام ممكن يعمل صفرة؟ اه، نسبة 2% ممكن حليب الام يعمل صفرة، ودي حاجة مش مقلقة، وده مش معناته ان الام مش هترضع، لا هترضع طبيعي ان شاء الله باذن الله. بس ازاي نقدر نعرف ان حليب الام سبب صفرة للطفل؟ الطفل اللي سببته الصفرة نتيجة لحليب الام دايما بيكون بصحة جيدة، وظائف الكبد جيدة لو عملنا تحليل وظائف الكبد، بس زاد عليه ان الصفرة زادت. طيب لو وقفنا الرضاعة لمدة 24 ساعة ولقينا ان حصل نزول سريع للصفرة، يبقى في الحالة ده هيت ديت صفرة ناتجة عن حليب الأم. طبعا لازم نكتمل جميع الفحوصات بتاعتنا، جميع التحاليل، عشان نتأكد برضو ان مفيش سبب تاني للصفرة، مش سبب بس الحليب الأم. وفي الحالة ده هيت الطبيب المختص بيغير الرضاعة الطبيعية للرضاعة الصناعية بصفة مؤقتة لغاية لما الصفرة تنتهي تماما، ونتأكد ان احنا بقينا في سيف سايد او في حاجز الامان. بعد كده نبدأ نرجع تاني للرضاعة الطبيعية، وديت اسمها صفرة ناتجة عن حليب الام، وديت بنسبة 2% من الاطفال.